السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا أينما كنتم وحيثما تواجدتم. حلقة جديدة من برنامج الميدان في ثالث عام. حلقة اليوم نبدأها اليوم من هنا من فوق قلعة القاهرة، ونحن نطل على مدينة وأحياء وحارات وشوارع تعز الحالمة هنا. أهلا بكم إلى هذه الجولة الجديدة من برنامج الميدان برعاية الشركة العربية اليمنية للإسمنت بمنتجيها إسمنت حضرموت وإسمنت العربية. شكرا لكل من يشاهدنا ويتابعنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكم أنتم خلف كل الشاشات عبر شاشة حضرموت. أهلا بكم إلى هذه الحلقة. ما هي الغنيمة الباردة كما ذكر في الحديث النبوي؟ في حارات منطقة ضري التابعة طبعا لدوعن، منطقة ضري هنا بمديرية دوعن، كيف أحوالكم؟ الحمد لله. سؤالنا الديني يقول ما هي الغنيمة الباردة؟ بسيط هذا، أنتم الآن في الصيف لكن نسأل عن غنيمة باردة. ثلج. ثلج. الغنيمة الباردة إيش هي؟ المطر. كيف المطر؟ بس تشرح، عندك معلومات، درست؟ وين درست؟ في مدرستنا. طيب درسوكم الغنيمة الباردة؟ أيوه المطر. كيف المطر بس؟ شرح. يسحب علينا ترعد وهذا ينزل المطر. البرد. لحظة، كيف تكون باردة؟ ينزل بعدين يبرد الجو. وين يبرد؟ الجو فوق وينزل تلك وما تلك. ما الغنيمة الباردة؟ والله يا أخي هذا مرتبط بالدين. الغنيمة الباردة بقول لك، الغنيمة الباردة بقول لك الصيام. قربت الصيام. متى الصيام؟ الصيام من قربت الصيام صح، بس لازم مش أي صيام. هذا طبعا ورد في حديث عن الرسول، قال الغني قال كذا وكذا، هو الغنيمة الباردة. عاشور. كيف عاشور؟ لا لحظة، انت عندك يكون قلت الصيام، كيف الصيام؟ تعال عندك الصبر. صبر. يا ما تصبر على الصيام وتصبر بالحجة. كيف بالحجة؟ الصيام صح، بس ممكن توضح لي او يكون خطأ الجواب. الصيام في ايش من موسم؟ ايوه صيام في ايش من فصل؟ العشر. عشر لواحد. لا تعال، هذا قال الصيام، بس اذا تكمل تتناصف انت وهو. الصيام في البرد. الصيام في البرد. عندك معلومة؟ كيف عرف؟ قد مر عليه السؤال. مر في حديث جاء تقريبا. الصيام في الشتاء. الصيام في الشتاء هو الغنيمة الباردة كما جاء في حديث الرسول. الصوم في الشتاء هو الغنيمة الباردة. انت قلت الصوم بس، كيف يعني تذكرت ولا؟ والله كنت انه طبعا الصيام مجهود، يعني انسان يتعب في حياته وبالتالي يكون غنيمة اجر. يكون غنيمة اجر. الغنيمة يعني الشيء الذي نحصل عليه غنيمة والاجر العظيم. ولكن الباردة كيف الغنيمة الباردة؟ الصوم في الشتاء ايش معناه؟ يعني الوقت يكون قصير في النهار، يعني تحصل على حاجة ثمينة ببرودة ايضا، يعني تصوم في البرد تحصل على اجر عظيم، وفي يعني وقت قصير ووقت بارد ما فيه مشقة، وبالتالي تعتبر غنيمة باردة. مثل من يحصل على شيء بمجهود بسيط جدا يكسب اجر عظيم. اجابة صحيحة هنا في منطقة ضري. ضري بمديرية دوعن، وإجابة صحيحة بس تتناصفوا مع الإخوة. الأستاذ من؟ فيصل عمر أبو زين. أستاذ ولا؟ فيصل. الأخ فيصل؟ فيصل عمر أبو زين. فيصل عمر أبو زين. والأخ؟ أستاذ سالم عبيد بنواس. الأستاذ سالم؟ عبيد بنواس. الأستاذ سالم عبيد بنواس. إجابة صحيحة ونموذجية، وهنا تحصلوا معنا على 30,000 ريال بالتناصف من الشركة العربية اليمنية للإسمنت. ألف مبروك عليكم، مبروك عليكم، كل عام وأنتم بخير. وأنت طيب. وأنتم طيبين. كل عام وأنت طيب. فرصة طيبة. أيضا نعطي لكم طبعا هذه هدية بس بينكم، مقدمة من الشركة العربية اليمنية للإسمنت وإسمنت العربية وإسمنت حضرموت. كل عام وأنتم بخير وأنتم طيبين. اسمع لهم تحية أقوى، اسمع لهم تحية. كل عام وأنتم بخير. السؤال الشعبي للموسوعة الشعبية لهذه الحلقة يقول
من القائل عز القبيل بلاده ولو تجرع وباها؟ سؤال شعبي يقول من هو القائل عز القبيل بلاده ولو تجرع وباها؟ معروف صح، يقولون عز القبيل بلاده معروف، من قائل هذا البيت؟ والله ما عندي. سهل، شوف قد سمعت من قبل ولا اول مره؟ سمعت بس ما انا ايش يقول عز ايش؟ عز القبيل بلاده ولو تجرع وباها، عز القبيل بلاده ولو تجرع وباها، من قائله؟ من هو القائل عز القبيل بلاده ولو تجرع وباها؟ المحضار. من المحضار؟ شاعر. هذه كانت كلمات واشعار ليست من حضرموت وانما من منطقه اخرى. الله. قالها احد حكماء اليمن حتى اصبح من بيت شعري الى مثل يمني. عز القبيلي؟ والله ما اعرف. ايش عز القبيلي؟ اكيد بلاد الله يرحم والديك. من قال هذا البيت؟ ما نعرف. سؤالي اصحاب السم واصحاب الثوبه، في مثل معروف يقول عز القبيلي بلاده، معروف بالنسبه معروف لكم معروف. ايش تكملته؟ عز القبيلي بلاده ولو تجرع وباها. وباها. عز القبيلي بلاده ولو تجرع وباها. سؤال، من هو قائل هذا المثل او هذه الابيات؟ هذا كانت ابيات شعر ولكن اصبحت الان مثل متداول في كل اليمن، يقولوا كذا صح؟ يقولوا عز القبيلي، يقولوا عز القبيلي بلاده. انتوا اللي يقتربوا كذا تقولوا عز القبيلي بلاده. من قائل هذا المثل او البيت؟ حسين ابو بكر المحضار. حضرمي؟ حضرمي. هذا المثل حضرمي؟ ايوه. السؤال يقول في مثل شعبي ويمني شهير يقول عز القبيلي بلاده. ان شاء الله كلكم صوت واحد حافظينه هذا. جيتوا من غربه ولا ايش؟ من اللي جاء من غربه؟ كنا اغلبنا اقتربتوا. وين؟ السعوديه. ما شاء الله. طيب هذا السؤال يقول من هو قائل هذا المثل عز القبيلي بلاده؟ المحضار. من الشاعر المحضار؟ حسين المحضار. لا، هذا ليس مثل حضرمي وانما مثل يمني شهير. من قاله؟ تعال، من هو؟ علي. علي من؟ ابن زايد. علي؟ علي بن زايد. ما شاء الله، هذا من هذا حكيم ولا ايش؟ هذا حكيم، حكيم اليمن. حكيم اليمن؟ ما شاء الله، عندك معلومة. ان شاء الله عندي معلومة. من وين تعرفونه؟ اعرفه كثير. حكيم اليمن من هو اسمه؟ علي بن زايد. علي، علي بن زايد او علي ولد زايد. زايد، اي. معلومة عندك. ايه. هذا معروف المثل يقول عز القبيل بلاده. بلاده. ما شاء الله، اصحاب العصم يعني عندهم معرفة بالامثال اليمنية، هذا ليس حضر من المثل. ايه. صح؟ صح. وقائل هذا المثل عز القبيلي بلاده من هو؟ علي؟ علي بن زايد. علي ولد زايد هو او يسمى حكيم اليمن، بس هذا المثل له، هذا ليس كان عباره عن بيت شعري. صح. فاصبح متداولا كمثل بين اليمنيين. ايش تكملته؟ يقول عز القبيلي بلاده ولو طالع وباه. طبعا هذه عباره عن كان بيت شعري يقول عز القبيلي بلاده ولو تجرع وباها، والقصيده تبدا بقوله هو يقول فيها، يقول علي ولد زايد لا رزق يأتي للجالس، اللي جالسين ذلك ماشي رزق لهم إلا لأهل المغارس المزارعين ومن درس في المدارس. صح؟ وبعدين قال عز القبيل بلاده ولو تجرع وباها، يشد منها بلا ريش يرحل ولو جاه ريش جاها. كلمات جميلة. وجواب صحيح من الأخ، من اسمه؟ مسلم سالم. مسلم سالم، سالم بن سعد التميمي. سلم سالم بن سعد التميمي، اسمع له تحية أقوى، يستاهل. وهنا يستاهل. لحظة، مسلم سلم سالم بن سعد، سلم سالم بن سعد التميمي في عصم، والمنطقة هذه ايش اسمها؟ عصم. عصم. وهنا هذه عقبة عصم المعروفة. هذه عقبة عصم المعروفة. خطيرة ولا بسيطة؟ والله بسيطة. عقبة عصم هنا، وإجابة صحيحة، وثلاثون ألف ريال من الشركة العربية اليمنية. اسمع له تحية، يستاهل. باقي أيضا هذه هدية بس رمضانية من اسمنت العربي واسمنت حضرموت والشركة العربية اليمنية الاسمنت، هدية رمضانية ويستاهل مسلم. أعطي له تحية، مبروك عليك. أعطوا له تحية، يستاهل. حارات شبوة القديمة هنا طبعا داخل أحيائها الجميلة مع ميدان الطفولة اليوم وطفلتين مبدعتين. اسمك من يا أمورة أنت؟ نور. كامل؟
نور عمر عبد الله عبد الرحمن عمر بجمال. بجمال من شبوة؟ من عتق. من عتق العاصمة. إيش عاصمة شبوة؟ عتق. عتق. ودي أختك ولا؟ بنت عمي. بنت عم. من اسمك أنت يا أمورة؟ بتول ياسين. خليها ليش ما تتكلم هي؟ اسمك من؟ اسمي بتول. كامل بتول. من 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 من؟ مي حافظ عادة صغيرة. مي حافظ عادة. ما تحفظ اسمها؟ يعني إذا خليتها تقول من عند عبد الله يعني جدها ما تعرف. خليها تجيبه كامل من عند جدها إلى عند قبيلتها. من اسمك يا بتول؟ اسمي بتول. بتول من؟ بتول ياسين. ياسين. عبد الله. عبد الله. عمر. عمر. باجمال. باجمال. عمان باجمال. أنت تعرفي اسمك كامل كله؟ أيوة. تجيبيه كامل 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 من؟ معروف. اسمك أنت نور؟ أيوة. أيوة نور عمر عبد الله عبد الرحمن عمر معروف. خلاص. بس هذا. باجمال. باجمال. في رمضان تصومون ولا ما تصومون؟ أيوة بس. قليل. أيوة بس إذا رجعنا بنفطر قليل ذا وتلبى تمصمص الظهر. يعني أنت تصوموا يعني تتسحروا مع أهاليكم؟ أيوة. تسحروا متى؟ قبل الفجر ولا بعد الصلاة؟ بس ذا ما تصوم. ذي ما تصوم لأنها صغيرة. أيوة. وأنت تصومي؟ أيوة بس أفطر الظهر. شوفوا يا أطفال نور تصوم برمضان. شوفوا بس جدولها تصوم من متى إلى متى إلى متى؟ أصوم العشاء. العشاء ما تصوم؟ ما حد يصوم لا الصباح والعصر. طيب ايش تاكلون في رمضان؟ تمصمص الظهر. أيوة. وترجع تصوم. ترجعين من الظهر عاد تصومي الى العصر. ايوه ومن المغرب. اهلك متى يسموا السمبوسه وال يسووا العصر؟ لا الصباح. والعصر لما يسووها ما تاكلوها؟ ياكلوها ال انت تخرج تخرجي هنا برمضان تاكلي السمبوسه العصر انت صح؟ لا الا وانت صغيره. لا صغيرة ما شاء الله. أمورة بس اشتيكم كذا تحسبوا بالإنجليزي من 1 إلى 20. كيف تحسبي بالإنجليزي؟ ما نحفظ يعني نحن ما ندرس إنجليزي. تدرسوا إيش؟ عربي؟ أيوة. ما تحسبوا 1 2 3 4؟ لا ولا ما تحسبوا أبدا؟ لا جيبي 1 2 1 2 3 4 5 5. طيب اخر شيء بس كروا لي هذه العباره يا اصحاب شبوه ونعطي لكم جائزه. انت بس بتول ما تكلمت خالص. ليش ما تتكلم؟ ما تتكلم طول عندكم بالبيت ما تتكلم؟ لا تستحي. كيف بالبيت عندكم تنشد؟ قلتي تنشد تجيب انشوده من ايوه. ايش من انشوده تجيب؟ وطن حبيبنا. جيب الانشوده وطني حبيبنا. وطن حبيبنا يشقنا نخيره. انت رقصي بس معاه. انت رقصي عشان هي تشل. يلا رقصي معاه. لا ليش ما يلا جيب انشدي. وطن حبيبنا يشقنا نخيره نار وليله لا كملي. بلاد الفضيله روضتنا بينا. اخر شيء بس قولوا معي قولوا معي حوش خميس خس الحوش. قولي حوش خميس خس الحوشان. حوش خميس خس الحوشان. حوش خميس خس الحوشان. قولي حوش خميس خس الحوشان. هذه بتسقط الان هنا في تعالي تعالي تعالي. قولي يا بتول حوش خميس خس الحوشان. حوش خميس الحوشان. خس الحوشان. أمورتين من حارات شبوة القديمة هنا نور وبتول من آل بجمال صح؟ أيوة. زرتوا حضرموت ولا ما زرتوها؟ إيه؟ رحتوا المكلا رحتوا؟ أيوة نحنا مرة. أما هذه مرتين. أنت مرة كم مرة تروحي المكلا؟ بس ذي روحت سيئون وأنا المكلا. إيش عجبك في المكلا؟ أفضل المكلا ولا شبوة؟ فرحة اللي فيها فرح مول. اشتريته منه؟ أيوة. ومن الشركة العربية اليمنية للإسمنت هنا راعي برنامج الميدان نعطي الأمورتين. هذه طبعا مبلغ مالي وجوائز مالية هنا. هذه عشان رمضان تسوقوا بها وتشتروا بها. تمام مبروك عليكم كل عام وانتم بخير وانتم طيبين. مبروك. خليها تمسكها انت وهي. ايوه شوفوا قولوا اعطوا لهم تحية واسمع لهم تحية اقوى. كل عام وانتم بخير من شبوة وحاراتي. وفي منطقة الغرف وفي أسواقها هنا مع ليالي رمضان. رمضان كريم. العام أنت طيب. حياك وأنت بخير. معنا سؤال هذا تصاعدي إذا أجبت ممكن توصل حتى إلى 50,000. كيف معلوماتك؟
والله معلومات محدودة معي وإن شاء الله عندي سؤال رياضية ولا منوعة؟ رياضية. سؤالك تصاعدي ممكن توصل إلى 50,000. سؤالك يقول أين تقع جزيرة لانكاوي؟ جزيرة لانكاوي لا شي اختيار مت معك؟ لا وأين يعني وفي أي اتجاه؟ معروف في أي اتجاه ما أنا عارف. طيب معنا سؤال لكم، انتم من ماليزيا وسؤال حول ماليزيا، سؤال حول العالم، نسأل عن عاصمة لانكاوي. عاصمة لانكاوي؟ طلعت لانكاوي؟ ايه ايوه. ايش هذه لانكاوي؟ لانكاوي جزيرة ب فين؟ في شقة تبعد عن قريب من كدح، منطقة بعيد من هنا 4 ساعات. ممتاز. ما هي عاصمة هذه الجزيرة لانكاوي؟ ايش عاصمتها؟ قونا. منطقة ثانية لها اسم؟ والله عارف يعني ناسيها. أنا زرتها؟ زرتها 15 مرة. 15 مرة هنا في ماليزيا؟ في ماليزيا نعم. ولا سألت عن عاصمتها؟ ولا على البال دائما لكن ما استحضرها الآن. عاصمتها تعال هذا يقول أنه عنده إجابة. تعال كيف حالك؟ الحمد لله بخير أخبارك. في عاصمة لانكاوي إيش؟ أظنها نفسها هي العاصمة. لا لا. عاصمة نفسها يعني قصدك لانكاوي عاصمة لانكاوي؟ أيوة عاصمة. لا في منطقة ثانية والله مدينة ما عندي علم بها. معنا سؤال في إطار ماليزيا، سؤالنا يقول ما هي عاصمة جزيرة لانكاوي؟ عاصمة جزيرة لانكاوي زرتها لانكاوي؟ لا لسه. ليش ما زرتها؟ إن شاء الله إذا جل... إيش عاصمتها؟ إيش عاصمتها؟ لانكاوي نفسها اسمها الجزيرة. إيش عاصمتها؟ طبعا هذا سؤال خاص بكم أكيد، ما في كثير أن يسمعونا بيدخلوا نت وجوجل وسهل صح، لكن شي معلومة عندك؟ ممكن نفسها اسمها لانكاوي عاصمة لانكاوي. والله ما عندي علم. ما زرتوها؟ ما زرناها والله. ما زلنا طبعا نسأل عن عاصمة جزيرة لانكاوي إحدى أهم وأكبر الجزر في ماليزيا. طبعا معنا ماليزيين والأصل أن يجيبوا على هذا السؤال، والله يعين على الترجمة الماليزية ليست إنجليزية ولا العربية. Can you speak Arabic or not؟ قليلا. تتكلم العربية؟ قليلا. 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 طيب هذه أسرة واحدة؟ نعم أسرتي. أسرتك. طيب ممكن معنا سؤال إذا أجبتوا عليه، طبعاً معنا في مترجم خلفي هناك احتياطاً، إذا أجبتم عليه ممكن تحصلوا على 400 رينجت، ترجم لهم. Kalau kamu jawab bakal kasih 400 ringgit. Tiap jawaban 80. Ada 5 question ya. طبعاً كما يقول المترجم معنا 5 أسئلة، لكن سؤال أولاً إذا أجبتوا عليه ممكن تصعدوا معنا إلى 5 أسئلة. سؤالنا يقول تعرفوا ما هي هذه، تعرف طبعاً العربية، ما هي عاصمة جزيرة لانكاوي؟ جزيرة لانكاوي تعرفي؟ هل تعرفي؟ أو كوتا بسر دالم لانكاوي يلا بلو كوا. ما هي؟ بكان كوا. بكان كوا. بكان كوا. 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 وبالنطق أيضا الماليزي صحيح هي. بكان. صحيح أو خطأ؟ صحيح. كوا. كوا. نعم كوا. كوا أور بوتراجايا. In Langkawi we call it Pekan Kuah. هي إذا قالت كوا وليست بوتراجايا والإجابة صحيحة، ويحصل معنا هنا على 80 رينجت من برنامج الميدان والشركة العربية لمني الإسمنت. مبروك عليكم هذه 80 رينجت. بربي كم هي؟ 80. كم؟ 80. طبعا باللهجة الماليزية 80 يقول المترجم. السؤال التصاعدي الثاني يقول في أي اتجاه تقع جزيرة لانكاوي؟ في أي اتجاه؟ North in Malaysia. في شمال؟ في شمال. في شمال. 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 في شمال ماليزيا وإجابة صحيحة متأكدة. صحيح. 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 وأيضا 80 رينجت إضافية هنا في ماليزيا بالتحديد في بوتراجايا. يقول الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. ممكن بليز. وأيضا طبعا الأخت الكريمة اسمك من؟ نيم. اسمي عطيرة. 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 عطيرة من؟ ماذا؟ أبي حليم. حليم. وأمي؟ عطيرة حليم. عطيرة حليم. وأمك؟ روميني. 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 ما شاء الله من ماليزيا؟ نعم من ماليزيا.
من ماليزيا عطيرة هي التي تجيب وتتكلم العربية. وين تدرسي؟ في أي جامعة تدرسين؟ في الجامعة الوطنية الماليزية. في الجامعة الوطنية الماليزية، وإجابة صحيحة وثمانون رنجت إضافية. بس اسمع لها كذا تحية صف، يقولها كذا أي الحمد لله. ما شاء الله بدل التصفيق هم يقولوا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. تمام. طبعا الإسلام نعمة وجميعنا مسلمون، وهكذا طبعا وصل الإسلام إلى ماليزيا. هنا سؤال تصاعدي ثالث. بربه كم الآن الموجود الآن؟ ألفون مئة. لا مئة أو مئة وستين. مئة وستين بالماليزية. إيش تنطق 160 بالماليزية؟ سراتوس نامبلو. رينجت ماليزي. السؤال التصاعدي الثالث رقم ثلاثة. وش بالماليزية ثلاثة؟ تيغاو. تيغاو تيغاو كويشن. السؤال الثالث هنا نطرحه، والسؤال يقول ركزوا ذكاء العقل، كم عدد الجزر الموجودة في ماليزيا؟ هي ماليزيا في لانكاوي. لانكاوي عبارة عن جزيرة تحيط بها مجموعة كبيرة من الجزر الصغيرة صغيرة صغيرة. واضح؟ أه؟ سميلة. أيوة سمول أور بلو بلو كتير دي بلو لانكاوي. يه برافا. كم عددها؟ كم عدد؟ برافا بلانك دي سميلان بلو سميلان. كم هذا العدد يا محمد؟ 99. كانت كذا؟ كم؟ سميلان بلو سميلان 99. الترجمة؟ 99. قالت 99. والإجابة صح أو خطأ؟ صح صح. متأكدون أو لا؟ نتككتا. نعم 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 نعم. متأكدون من الإجابة؟ قالوا 99. ليش ما لماذا لم يقول 100؟ مئة أو 99؟ أو كنا بتقول 100. سبق فلو تدي رسالة لقيت سبق هما يثبتون على الإجابة، قالوا 99 وإجابة صحيحة وثمانون رينجت إضافية. شكراً شكراً. رزقي الله. رزقي الله. قال رزقي من الله الحمد لله ما شاء الله. كم بربه كم لا بربه لا بفلو لا بفلو مرات أسبق فلو 200 200 و40. ممتاز ما شاء الله. حاسبين صح بالماليزي. السؤال التصاعدي الرابع يقول بسيط، ما هو أشهر ميدان في لانكاوي؟ بورونغ لانغ. بورونغ هلانغ. بورونغ لانغ. بورونغ هلانغ. نعم بورونغ هلانغ. الإجابة مرة ثانية. بورونغ لانغ. بورونغ لانغ أي تعني ميدان النسر أو ساحة النسر الشهيرة. محسوري. محسوري. سجارة محسوري. سجارة محسوري. Your visit زرتموها؟ نعم. فرنا فرنا. قالت ميدان النسر، وفي ميادين طبعاً كثيرة، ولكن الإجابة. Yes or not. True or false. صحيح. الإجابة صحيحة وثمانون رينجت إضافية. الحمد لله شكراً. رزقي الله. رزقي الله. طيب هذه أعطي لها هنا، وأيضا هذه للأخت هنا. باقي معنا سؤال واحد الآن يصبح بربه كامل. بربه سمس كليل لفنا 80 320. حتى الآن أربع أسئلة من 80. 240 الآن. 240. كم عدد هناك الجزر 99 ثابتة واضحة ترجم لهم فوري؟ ولكن توجد هناك جزر مغمورة في الماء، عندما يجزر الماء أو يختفي الماء تظهر هذه الجزر، مجموعة جزر، كم عددها؟ Macam berapa bilangan? Betul. Jazur maghmura. عندما يخرج الماء تظهر هذه الجزر. كم عددها؟ Paras. Ada
ada berapa ada berapa bilangan tu? Ada berapa pulau tu? 100. Mi'ah. Mi'ah. Mi'ah jazirah maghmurah? Mi'ah jazirah maghmurah. Ma makna? إجماليها 99، كيف تكون 100 لا؟ طبعاً الوقت يحسب، لكن الإخوة هنا ربما لأنهم عشان يتشاوروا على الإجابة ربما أيضاً نوقف العداد أحياناً، خصوصية للماليزيين بس. Telefon kawan ni. Kakak ada? Ha, kakak ada tak kawan kat sana? Bagi hada nak kalam. Berapa? Wahid. Kalau bila laut tu turun. Aisyah. Hada yang kata wahid. Lakin umum yang kata mush wahid. Laisa wahid. Baik. Al-ijabah al-nihaiya kam? Akhir jawab. سيرش ان جوجل، تبحث في جوجل، هذه ذكية طبعا. دقيقة للإجابة. ايه اكاد انه بتليفون كوان كده سيبو دي لنكاوي لا تعرف، ولكن آخر إجابة كم؟ الإجابة الأخيرة لاست أنسر كاسي نمبو جلا واحد 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 وان واحد 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 صحيح واحد عدو صحيح وحيد يقولوا وحيد. نثبت على هذه الإجابة، قل لهم نثبت على هذه الإجابة. ما معنى؟ قالوا جزيرة واحدة مغمورة، وعندما تجزر المياه تظهر هذه الجزيرة، والإجابة للأسف خطأ. خطأ، والجواب هو لما. لماذا خمسة لماذا؟ Do you know؟ خمسة فقط. وهكذا في العاصمة الإدارية بوتراجايا حصلنا على أربع إجابات لهذا السؤال التصاعدي هنا عن جزيرة لانكاوي، بالتأكيد طبعا زاروها وهذه الإجابات. وهنا أيضا نقدم لهم ثلاث هدايا من برنامج الميدان، وإسمنت العربية، وإسمنت حضرموت، مقدمة أيضا من قناة حضرموت. ألف مبروك عليكم. بس نسلم للوالد، الوالد وأيضا الوالدة هنا. شكرا كاسي. شكرا شكرا حضرموت. وأيضا هنا للوالدة الكريمة. شكرا حضرة الموت. وجبنا مش حضرة الموت، حضرموت. حضرة الموت. وأيضا هنا من اسمنت العربية برنامج الميدان للأخت عطيرة. عطيرة عطيرة شكرا طبعا من الشركة. شكرا عطيرة. والوالدة اسمها روميني. روميني. والوالد حليم. حليم مبروك. حياكم الله مشاهدينا الكرام إلى سباق الميدان من برنامج الميدان في عامه الثالث. اليوم مع سباق جديد طبعا نسجله هنا في منطقة الريضة بالتحديد، وسيكون معنا مشاركين من منطقتي الريضة والسويري المتجاورتين مع بعضهما. سيكون السباق اليوم لإحدى الألعاب التراثية والقديمة التي تعود لألعاب الأجداد، ولكن أضخت عليها مجموعة من التطويرات بحيث تواكب التصوير التلفزيوني والسباق الميداني. وكالمعتاد معنا فريقين هنا، الفريق الأول وهو الفريق الأحمر. اسمع تحية للفريق الأحمر، جمهور، الجمهور حاضر ومتفاعل. والفريق الثاني هنا وهو الفريق الأخضر. اسمع تحية للفريق الأحمر،
ونسمع تحية للفريق الأخضر. ولأن اللعبة تعتبر من الألعاب التراثية سيكون معنا هنا أيضا حكم مراقب ومشرف عليها، الحكم علي عبيد بكر. علي عبيد بكر بن مقشم. أبو سامي. أبو سامي. أبو سامي طبعا لخبرته في هذا المجال. والحكم الرسمي هناك طبعا حامد مهيدي. الآن سنكون وإياكم مع أول التعريف بأسماء المتسابقين المشاركين في هذه اللعبة. الآن نبدأ بتعريف أسماء الفريق الأحمر. علي قصعور عوض عبدهود. عبد العزيز علي عبيد بجبير. يسلم سمان بكر بالمقشم. سيد عيسى سالم بسواد. أبو عيسى. أبو عيسى. اسمع للتحية. حياك. وأعضاء الفريق الأخضر الأول. سعيد مبارك. سعيد حماد مبطاط. خالد عمر برك العطاء. أبو فاطمة. عبد الله عبيد أحمد مسلم. أبو أحمد. سيد حمد عبدهود. أبو عيسى. أبو سامي ممكن بس تعريف بسيط بلعبة الخية، كم سيكون فيها مشاركين وكيف سيكون فيها الفائز والخاسر؟ هذه لعبة الخية بتكون فيها 8 نفار. أربعة بأربعة، أربعة ماسكين الحبل هذا الموجود، هذا الموجود، وأربعة نفار يكونون متفرقين، والأربعة هذولا لازم إنهم واحد منهم يشل حقه الرادي من داخل الميدان، وإذا لمسوه خلاص انتهت لعبته ويرجع محلهم بالحبل ويمسك الثاني الفريق الثاني مكانه. تكون جولة اللي وتكون الجولة الأولية اللي يكون لهذا الأولي. إذا واضح اللعبة الآن. جمهور نحسب ثلاثة. واحد. تبدأ الجولة. صمت. إيه يحاول. يحاول. يبدو أن الأخضر يشوفه. رادي أخذ. الآن أخذ الرادي الأول. الثاني. للأسف. كم أخذ؟ لحظة، أنت قبضوا عليك الأول. لا لا لا، الثاني. الثاني كيف؟ أيوة. سويت؟ جليته وسقطت. تعال أبو محفوظ. أيوة. كيف قبضوا عليك؟ يا أخي. إيش اللي حدث؟ سقطت يا أخي. كيف إيش اللي سقطت؟ يا أخي دايما يدربي بينبتوا ما عاد يلا خذوا زرت فيها. بعدين ما شاء الله دقيت في هذا نشيط يا أخي. إذن الجولة الأولى واضحة قبل الدقيقتين تنتهي لصالح الحكم. الحكم تنتهي لصالح من هذه؟ تنتهي للفريق الأخضر. إذن درجتين. حيو حيو. اسمع تحية للفريق الأخضر. ما بقول أنا يمكن هذه يمكن يشوف ده. إيش هو؟ يشوف. من هو؟ ده عبد الله ده. يشوف؟ آه. ليش يعني تابعك؟ آه تابعنا كيف ما تابعك؟ أنا سقطت ما أشوف. أبو. أنا سقطت. أبو عيسى. لا لا ده. أبو عيسى يقول إنك تشوف. لا لا أنا سقطت كيف نشوف؟ الحكم كيف الحكم بس طلع. الأمور مضبطة؟ الأمور مضبطة. يعني ما حد شاف. أول وقت شل العمامة وقد روح بس، وثاني مرة رجع صدم صاحبه وسقط. إذن محسومة للأخضر. محسومة للأخضر. يلا جمهور نحسب للثلاثة للجولة الثانية. الآن 2-0 للأخضر. جمهور نحسب. واحد. الحكم يحسب الوقت. دقيقتين فقط. يستمر. لا مش هذا أبو عيسى تمسك صاحبك. يواصلوا عشان يمسكوا البقية. حاول تواصل. واصل. ممتاز. يواصل. يواصل. تبدأ الآن تبدأ عملية الضرب. ممتاز. تبدأ عملية الضرب. يا سعيد عيسى لا تخرج خارج الدائرة. لا تخرج. يواصل. يستمر الأحمر. لا أبو عبد الله لا تخرج. اشرط هو ما يشوفه. الأخضر يمسك بصاحبه. أبو عيسى واصلوا. ارشخ. استمر في عملية الرشخ. تواصل. أقوى. أقوى. يواصل الفريق الأخضر في والفريق الأحمر يواصل عملية الهجوم. تستمر عملية الهجوم. تستمر عملية الهجوم. يواصلوا على السريع. يواصل. الدقيقة انتهت أو عادها. يواصل بسرعة أبو عيسى. آخر دقيقة. دقيقة واحدة هي.
نقطتين للفريق الأحمر. اسمع، تحية للفريق الأحمر. الآن الجولة الثالثة، الأحمر سيكون مدافعين ومغمضي الأعين، والأحمر سيهاجمون ويأخذون العمائم. من سيكسب؟ وأيضا تستمر جولة ثانية بنفس الطريقة. نشوف الحكم جاهز؟ جاهزي. نحسب إلى ثلاثة جمهور. واحد. تبدأ الجولة. الأحمر هل سيدافع عن العمائم؟ ممتاز يا أخضر، واصل لما تلمس الجميع. لا تخرج خارج الدائرة. يتوجب أبو عيسى تمسك أبو عبد الله. واصل، تبدأ عملية الرشخ. أيوه الرشخ أي يبدأون. الفريق الأخضر دون عملية الضرب. يبدأ الفريق الأخضر. طبعا دقيقة يا حامد، دقيقة الآن. عملية يواصلون الآن. في الأحمر يمسك الخية والأخضر يهاجم والضرب. تستمر الجولة لمدة دقيقة، والأخضر يهاجم الأخضر، بينما الأحمر مغمض الأعين لا يرون شيئا. يواصلون ودقيقة أقوى. واصل عملية الضرب. أبو عيسى واصل. يا سعيد عيسى حاول، اسرع كثير، تحرك من مكانك، حاول واصل في المسحد. يبدو أن أبو عبد الله يشوف، أبو عبد الله يبدو أنه يشوف. وتواصل اللعبة لمدة دقيقة. هل تنتهي الدقيقة أم لا؟ باقي عاد. الحكم يحسب الدقائق. خل، انتهت الجولة الأولى لصالح الفريق الأخضر. الأخضر ما نشوف. طيب ما نشوف الحين، ماشي حتى قليل نور بس. حتى انت اولا لحظه، انت صامد في مكانك، ليش ما تجري؟ نجري كي يا اخي، كل ما رحت قبلت هناك دقيت في بني ادم من قومي هناك، فزعلنا نتكسرنا وياه. بس نحن الجوله الاولى عران اكثر منه، ما شفنا شيء طول. ليش هو الان يشوف؟ لا احتمال كيف يجري ورانا بسرعه يعني. ابو محفوظ يقول انك تشوف دحين. نعم دحين اللحظه ذي. نعم مقبلان. لا الان لحظه يا حكم، يا حكم هذا يشوف. من اللعبة يعني تمام، يعني مضبوطين. الجولة الثالثة انتهت لصالح الفريق الأخضر، وتكون النتيجة 4 أخضر واثنين أحمر. اسمع تحية للفريق الأخضر. الآن باقي جولة حاسمة، إما التعادل وإما الفوز للأخضر. في حال الفوز الفريق الفائز يحصل على 30,000 ريال، أما الفريق الخاسر يحصل على 20,000 ريال. واضح حكم؟ يلا نبدا الان الجوله الرابعه والحاسمه والاخيره. يلا توضع العمايم. العمايم معكم دقيقه لاخذ العمايم. واحد. تبدا. يحاول الاحمر، حاولوا تتحركوا كثير. ايوه ابو ممتاز. الاخضر بذكاء والاحمر ممتاز. حاول، لازم تمسكوا الجميع يا احمر. ممتاز، باقي اثنين من العمايم. ابو محفوظ اكيد يشوف. لا يا العطاء، لا 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 لا، لما تاخذ جميع العمايم. يواصل ابو عبد الله، فك الخيه كامل. ابو عبد الله الاحمر حاول. ابو عيسى سعيد عيسى حاول تتحرك من مكانك. ممتاز. لاحظ، لا تبدا بالضرب الان، تبدا عمليه الضرب. ودقيقه واحده معكم، اما تصمدون او تتعادلون. يواصل اقوى يواصل الفريق الاخضر عمليه الهجوم الان. ممتاز، الاخضر يبدو انه صامد. تستمر ويستمر السباق بسرعة.
أن الأحمر سيخسر. باقي من اللي خرج؟ العطاء 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 للأوت العطاء. أوه ممتاز. لا لا يواصل. واصل باقي معك ثلاثة. واصل أبو عيسى باقي اثنين حاول تمسكوهم عشان تفوزوا. واصل باقي أقل من دقيقة. واصل حاول خرج خارج الدائرة طبعا يخرج. يواصل أبو عيسى أنت خارج الدائرة. يواصلون يواصل أبو محفوظ يبدأ أنه يرى الآن خارج خارج الدائرة. باقي واحد أخضر داخل الدائرة. بسرعة بسرعة بسرعة. كم من الزمن؟ يلا بسرعة الزمن. انتهى انتهى الوقت. واحد أخضر ما يزال داخل الدائرة، وبالتالي في هذه الجولة أيضا يفوز الفريق الأخضر الأخضر، وتضاف إليه درجة ثانية. يكون مجموعهم كم؟ ست نقاط مقابل نقطتين. إذن النتيجة النهائية للفريق الأخضر 6 مقابل نقطتين للفريق الأحمر، ويكون الفريق الفائز هو الفريق الأخضر. اسمع له تحية. إذن مبروك للفريق الأخضر الفوز في لعبة الخية هنا في منطقة الريضة، وكانت أيضا بين مجموعة من المشاركين من الريضة والسويري المناطق المجاورة. والفريق الأخضر يحصل على الجائزة الكبرى من الشركة العربية اليمنية للإسمنت راعي برنامج الميدان، وقيمتها 30,000 ريال. اسمع لهم تحية أقوى، يستاهلوا، مبروك عليكم. بيننا طبعا الأحمر قدمتوا نموذج طيب، وحاولتوا أنتوا صح؟ صح عادي يعني راضيين بال راضيين نعم بالنتيجة نعم. بس شوية شوية نعم. لحظة عاد ما خلصنا. ممتاز الفريق الأحمر الأخضر يحتفل قبل انتهاء التتويج. الأحمر يعني قدمتوا أداء ومبلغكم كويس تقريبا. كويس القناعة. وش نسوي ذا المقتنع في البركة في البركة. إذن الفريق الأحمر يحصل أيضا على جائزة وقيمتها 20,000 ريال، أقل شوي لكن هكذا كان نصيبكم. ونعطي لهم أيضا تحية، نعطي لهم تحية. طبعا هكذا تابعنا وإياكم مجريات هذا السباق. شكرا طيب المتابعة. إلى سباق ميداني آخر. حياكم الله مشاهدينا، ورمضان كريم أيضا، وكل عام وأنتم بخير. نواصل وإياكم مع هذه الفقرة. تسوقوا الحساب علينا. وهكذا طبعا أيام الشهر الفضيل تنتصف، ويوما بعد يوم لنصل وإياكم إلى هذا اليوم مع هذا السؤال وهذا اللغز من فقرة تسوقوا الحساب علينا. وجوائزه طبعا مقدمة من مركز سعاد مول للتسوق من المولات الموجة طبعا في الشحر، ولتحظى بمهرجانات كبيرة والسحوبات. نطرح لغز بسيط أو يحتاج تركيز شوية، واللغز طبعا يقول: عجوز في بطنها 5 بنات، وكل بنت في بطنها 100 ولد. العجوز تموت لو جابت بنات، وكل بنت تموت لو جابت ولد. ما هي العجوز وما هو تفسير هذا اللغز؟ بالنسبة للمشاهدين، من الأسرع في حل هذا اللغز يكتب أيضا في هاشتاغ الميدان 3 على قناة حضرموت تويتر فيسبوك ويوتيوب وإنستغرام. نتابع وإياكم من الأسرع، مشاهدي السوشيال ميديا أم زوار سعاد مول. نبدأ معكم. طبعا هنا ازدحام طبعا كبير، ازدحام يبدو أنه طبعا هنا كبير، ولكن طبعا نشوف الموجودين وأيضا هنا حتى الموجودين معك. كيف حالك يا أستاذ؟ الحمد لله. كيف أمورك علومك؟ طيبة. رمضانك كريم. الله. ركزت؟ أيوه. ما هي ذي العجوز في بطنها 5 بنات، وكل بنت في بطنها 100 ولد؟ العجوز تموت لو جابت بنات، وكل بنت تموت لو جابت ولد. ركز. قميص. ايوه. ايش من قميص؟ حاول بس تركز، لازم تشرح لما تقولي قميص. وبعدين قميص يوسف. كيف قميص يوسف؟ عجوز في بطنها 5 بنات، ومن هذه الخمس كل بنت في بطنها 100 ولد.
العجوز تموت لو جابت بنات، وكل بنت تموت لو جابت ولد. هي العجوز السلاح. صلاة. هي العجوز. الصلاة ولا السلاح؟ لا الصلاة، الصلاة هي. صلاة إيش من صلاة؟ صلاة شوف، وفي بطنها قلت أنت كم؟ خمس بنات. خمس بنات، هي الخمس بنات؟ لا هي الخمس الفروض، الخمس. خمسة الفروض. فروض. بس نحن قلنا بنات مش ذكور. حلو طيب الفروض. والمية قلت لها 100. وكل بنت في بطنها 100 ولد. يعني 100 تسبيحات. وين ال 100 تسبيحات؟ في الصلاة انك تسوي 100 تسبيحة. يعني هي العجوز الصلاة وخمس الفروض البنات اللي قلت عليهم. طيب نمشي معاك. ايوه. والمية يعني ال 33 هي بعد ما تسلم من كل الصلاة 33 مثلا سبحان الله. 33 الحمد لله. 34 سبحان الله الحمد لله الله أكبر. لحد الآن أنت ذكية، بس باقي شوفي لو قلنا كذا أنت صحيحة، بس كيف العجوزة تموت لو جابت بنات؟ كيف تموت؟ يعني أديت الفرض تموت خلاص. كيف الصلاة تموت؟ عاد هل الصلاة ترفع؟ لا قصدي يعني لو أدت يعني خلصت فروضها كلها خلاص. طيب وكل بنت تموت لو جابت ولد، كيف تموت البنت؟ كل بنت تموت لو جابت ولد. جابت ولد بنت تموت لو جابت ولد بنت. ونشوف، يبدو أن السؤال صعب. لغز إذا أجبتي عليه تكسبي معنا، كيفك مع الألغاز؟ ما العجوز؟ أنت سمعتي السؤال صح واللغز، ما العجوز اللي في بطنها خمس بنات؟ 500. كيف خمس؟ ها؟ كيف خمس؟ كيف 500؟ قلنا عجوز في بطنها خمس بنات، إيش البنات اللي في بطنها؟ 100، يعني البنت عبارة عن 100. ممتازة، قالت الخمسمية ومبدئيا الإجابة صحيحة، بس لازم تفسر، إذا ما فسرتي يسقط. قالت عجوز في بطنها خمس بنات، الخمس إيش هي؟ 100. الخمس المئات صحيحة، وكل بنت في بطنها 100 ولد. البنت في بطنها 100 ولد، وين الأولاد؟ الولد عبارة عن الريال. الريال في المئات؟ في المئة في الخمسمية. الريال في بطن المئة ريال، ممتازة وإجابة صحيحة. الخمسمائة العجوز في بطنها خمس بنات، هي الخمسمائة. هذه الخمسمائة طبعا الموجودة، هذه الخمسمائة طبعا الموجودة فيها كم؟ فيها خمس بنات، يعني خمس مئة 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 طبعا. وهذه الخمس أو هذه مئة في بطنها خمس من المئة. وكل بنت في بطنها 100 ولد، كيف؟ يعني ريال، كل بنت في بطنها 100 يعني ريال. يعني المئة كل مئة في بطنها 100 ريال، يعني 100 ريال ريال ريال. العجوز تموت لو جابت بنات، كيف تموت الخمسمائة؟ يعني لو خلصت الخمسمائة. لو صرفنا. أيوة. إذا إيش؟ إذا صرفنا الخمسمائة. إذا صرفنا الخمسمائة تنتهي الخمسمائة، عاد تصبح معنا خمسمائة، تصبح معنا 100 و100 و100 و100. العجوز تموت لو جابت بنات، وكل بنت تموت لو جابت ولد. إيش اللي يموت؟ كيف تموت المئة؟ يعني لو صرفنا المئة. وإذا صرفنا المئة أيضا تموت، تنتهي المئة، يصبح عندنا فقط ريالات. وإجابة صحيحة ونموذجية وموفقة من الأخت. اسمك من؟ وديعة. وديعة من؟ وديعة البرك. وديعة البرك من الشحر. أيوة. من الشحر، وإجابة صحيحة. الآن وين السلح؟ ما اشتريت شيء. طيب معانا إما نحاسب، ما معك سلة؟ معانا طبعا إما كرات التسوق طبعا الآن الموجودة معانا كرات، وهذه الكرات طبعا بدأنا البرنامج، وهذه الكرات معانا من 1000 إلى 100,000. أو نعطي لك يا وديعة 30 ثانية تتسوقي فيها بما تريدين، إيش رأيك؟ إذا أنت تسوقي تحت 30 ثانية فقط معاك بتركزي فيها. أيوة. وديعة تختار التسوق في 30 ثانية، نثبت عليها، وبالتالي فاصل قصير جدا لتجهيز الأخت وديعة وتجهيز أيضا المكان من الازدحام، ونبدأ معكم 30 ثانية. ماذا ستختار وماذا ستجمع وكم سيكون الإجمالي؟ نتابع وإياكم، تسوق والحساب عليه. بسم الله نقول جاهزة؟ جاهزة. 1 2 3 انطلقت الصافر. حاولي عجلي بس في الحركة، ما شاء الله. أيه عجلي ممتازة. وديعة البرك أيه حاولي، تروح مكان بعيد ما أدري إيش بتأخذ بسرعة. أيه ممتاز، أخذت لك بسرعة، خلو طريق بسرعة. إيش عاد بتشلي بسرعة؟ الوقت ممتازة. الوقت الآن كم يا حامد؟ الوقت 17 ثانية بسرعة، باقي معك 10 ثواني. إيش بتشلي بسرعة ممتازة، حاولي تعجلي. 5 ثواني بسرعة أيوة ممتازة، عجلي.
كيف شفت التجربة؟ زين. عجبتني. كيف؟ عجبتني التجربة. ايه عجبتك بس الرز ما أخذتي، قلت بتأخذيه ما أخذت. الرز بعيد. بعيد. بعيد، أنت روحتي الأبعد هنا. هنا المسافة قريب بس الرز ثقيل. ثقيل. أيوة. يعني بيش الوقت. أيوة. طيب الآن توقع إيش اللي جمعتيه كم؟ مش عارفة صدق. طبعًا أنت تحاولي تأخذي من كل منتج واحد. طبعًا هي ممتازة. هذا يعتبر عادي برتقال بعيد من الفيمتو، ما مش منتج واحد، هو عصير لكنه مختلف. طبعا نشوف عند المحاسب تتوقعي كم المبلغ بيكون. مش عارفة صدق. ما تتوقعي يعني في حدود اقل من 20 اعلى من 20؟ اقل من 20. اقل من 20 يمكن. اذا نتحرك وديعة البرك، طبعا تتحرك الى عند المحاسب، وطبعا خذي السلة ونشوف طبعا كم المبلغ. وايضا سيكون مقدم ايضا من سعاد مول. تنطلق وديعة. طبعا تصل الاخت وديعة البرك الى المحاسب. يلا نشوف كم الحساب يطلع، نشوف ايضا هنا المحاسب اعطيه، نشوف كم المحاسب. كم حتى الان المبلغ؟ 6650. الإجمالي حتى الآن كم المبلغ؟ 17620. 17620. 17620. اسمع لها تحية الأخت وديعة البرك. 17620 يعني مبلغ كويس. تستاهلي لأنك أجبتي على لغز طبعاً صعب جداً. طبعاً أيضاً باقي هذه قسيمة دخول في السحب الناري على السيارة والدراجة النارية والثلاجات والغسالات من سعاد مول. تكتبي الاسم بس وتروحي الكابون هنا عشان تدخلي معنا في السحب في المهرجان الكبير. شكراً لك. شكرا لكم مشاهدينا، انتهينا، ولكن إلى فقرة قادمة من الميدان. وهكذا تغرب الشمس هنا وتختفي خلف جبال الحالمة تعز، وبها نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من الميدان في عامه الثالث. شكرا لطيب المتابعة لفقرات هذه الحلقة، وتقبلوا تحيات طاقمنا العامل في برنامج الميدان والذي ينقل لكم الصورة والصوت من محافظة وريف وقرية لأخرى، واليوم من تعز. شكرا لطيب المتابعة، إلى لقاء جديد يتجدد معكم، نلتقيكم في تعليقاتكم وآرائكم ومقترحاتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.